النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله طاعاتكم وصيامكم. أجواء ما زالت باردة نسبيا ومائلة للبرودة في أغلب المناطق بالرغم من الاستقرار الذي نعيشه في هذه الأجواء. هذه سمة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال ساعات هذه الليلة، يكون طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، يتحول يصبح بارد في ساعات الليل المتأخرة. مع ساعات السحور يكون هناك ظهور لبعض الغيوم المتفرقة، في حين تكون درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة تقريبا تصل إلى 13 درجة مئوية في العاصمة عمان، إنما تهبط دون ذلك بشكل كبير في بعض المرتفعات الجبلية. فكرة السحور في الخارج في شرفات المنزل ما زالت غير مناسبة بسبب برودة الأجواء. وبالمناسبة هذه الأجواء غير معتادة مثل هذا الوقت من العام، إنما درجات الحرارة أقل بكثير مما هو معتاد عليه. ساعات نهار يوم غد يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بالمقارنة عما كانت عليه نهار اليوم الثلاثاء، يعني غدا الأربعاء سيكون أبرد من يوم الثلاثاء، هناك انخفاض آخر على درجات الحرارة. تكون الأجواء ربيعية لطيفة لكنها مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون ربيعية معتدلة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. وبشكل عام الطقس سيبقى هناك يوجد فيه نوع من أنواع البرودة خلال ساعات النهار. مع ساعات الإفطار مع ساعات المساء تكون درجة الحرارة كما نلاحظ 15 درجة مئوية، يعني الطقس يكون مائل للبرودة. فكرة الإفطار يعني قد تكون مقبولة ولكن في مناطق محدودة من مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة مع أجواء غالبا صافية بوجه عام. دعونا نتعرف الآن على الأحوال الجوية بالتفصيل في محافظات المملكة اليوم الأربعاء، ونبدأها من إربد من 19 إلى 11، جرش 20 إلى 9 درجات، عجلون 18 إلى 7، والمفرق من 21 إلى 10 درجات مئوية. بالنسبة للعاصمة عمان من 18 إلى 10 درجات مئوية، في السلط من 21 إلى 10، في مادبة من 20 إلى 9 درجات، البحر الميت من 28 إلى 16، وفي الزرقاء من 21 إلى 11 درجة مئوية. جنوب المملكة أجواء مشمسة، 17 إلى 8 في الكرك، 19 إلى 9 في الطفيلة، معان 21 إلى 11، في الشراء من 17 إلى 10، أما في خليج العقبة فتصل العظمى إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط الصغرى الليلة التي تلي القادمة إلى 17 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة 28 إلى 13 في رويشد، 26 إلى 11 في الصفاوي، و 26 إلى 12 درجة مئوية في منطقة الأزرق. بشكل عام درجات الحرارة دون معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام بحوالي وأكثر من 5 درجات مئوية. تعرف على الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة. إذا الأربعاء ستكون الأجواء غدا بشكل عام غالبا مشمسة، 18 نهارا 10 ليلا. يوم الخميس هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية نهارا، تهبط لين 12. تكون الأجواء مشابهة يوم الخميس لما كانت عليه اليوم الثلاثاء. أما يوم الجمعة فتعاود مرة أخرى الانخفاض مع أجواء غائمة جزئيا، هناك فرصة لبعض الزخات من الأمطار، تكون العظمى 18 والصغرى 11. حتى اللحظة التوقعات ما زالت تشير إلى عدم وجود ارتفاع وعودة درجات الحرارة إلى طبيعتها وإلى ما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام، مما يعمل على جعل الأجواء مائلة للبرودة بشكل عام. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة بشأن الأحوال الجوية في المملكة. شكرا لمتابعتكم ودمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.